راء متصل. طيب تمام، بس احنا لازم نكتب الاول يا محمد، رباط الاتصال هو اللي بيكتب الاول وبعد كده اكتب الحرف. عيدها تاني. لا ظبطها شويه. ايوه كده، برافو عليك. تمام تعالى يا محمد اكتب لي راء مفرد. راء مفرد ثلاث خطوات. طب دي متصلة، اعمل لي المفردة اللي لوحدها زي راء رمل. برافو عليك، تعالى يا آدم شاطر. حاضر، يلا ايه خد القلم اهو اكتب لي راء مفردة. برافو، راء متصلة. برافو عليك، تعالى. حاضر يا مال، ثواني. يلا يا سكر خد القلم من زميلك. ها راء مفردة ثلاث خطوات يا سكر. برافو ماشي، تنزل كمان، انزل كمان على تحت السطر. لا بصي يا سكر، هات كده بكتبها ايه، ادي واحد اتنين تلاتة، اكتب زيها. الصوت يا شباب، برافو، اعمل متصلة. تمام ماشي، بس برضو احنا بنكتب رباط الاتصال هو الاول اهو، وتعمل بعد كده حرف الراء. تعالى يا عبد الله.